هلا هو التجربة مع قاسم اسطنبولي هي تجربة بحد ذاتها إلى لذتها الخاصة بفيلم رمشة عين. طبعا أنا قاسم تعرفت عليه ببداية بمسلسل اسمه الغالبون، وشفت فيه أنه عنده هيدا الطموح وهيدا الاندفاع، وبنفس الوقت حسيت أنه في إمكانية لنكون يعني نشتغل بطريقة كتير حلوة وكتير مجنونة إذا صح التعبير، لأنه الشيء الأساسي كان هو العامل الأساسي كان الميزانية أو الموازنة تبعية الفيلم. وبطبيعة الحال قاسم من الأشخاص اللي اندفاعيين ومغامرين، فإضافة أنه اكتشفت الكاركتير اللي بحب يشتغل عليه. فبتذكر لما كتبت لقاسم اسطنبول. لك شو عم تسلمني يا أستاذ؟ شو هالشغلة اللي لقيتها ب$300,000؟ وحتكون مخدرات؟ ها لك لا، شو مخدرات؟ شو عم بمزح معك؟ شو هي الشغلة طيب؟ تنام مع بي ليلة واحدة للصبح. شو؟ لك أنا إنسان محترم، قوم نسلم السيارة بلا، قوم نسلم السيارة. نام مع بي وال، لك أنا إنسان محترم، زلم السيارة عملك. كانت تجربة كتير غنية، كتير حلوة، كتير فيها ضحك، كتير فيها راحة نفسيا. حتى لما كنا عم نصور، لما يكون قاسم موجود كان دائما يعمل جو كتير حلو، وهيك كانت التجربة. فلما بتجي عم بينعرض هيدا الفيلم بالسينما، كانت مسكرة فوق 25 سنة، وفجأة تعمرت من جديد وانعملت من جديد، بس فيها أمل، بس فيها ألوان، ما هي بحد ذاتها هيدي تجربة غنية.